السلام عليكم، أنا محمد غنايم. في البداية كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الطيب الخلوق المحب لله، أيها الأخ والأخت الكريمة، أسأل الله عز وجل أن نكون ممن كتب لهم المغفرة فيما تقدم من ذنبهم وما تأخر، وأن نكون ممن كتب لهم العتق من النار، اللهم أمين. قال لي أحمد مرة وهو ابن عمي: ما رأيك محمد أن نخرج ونغير جو، وهذا يوم جميل. فقلت له: لأين؟ قال: يوجد مكان قريب هنا ذو إطلالة جذابة بعيد نصف ساعة بالسيارة، تأخذنا هناك بحيث يعني نجلس ونتسامر. أحاديثك هذه الأيام تعجبني. يقول لي: هو مدحني أم ذمني لم أعرف صراحة. المهم قلت له: الحق مش عليك، يوجد لدي أصدقاء حديثي دائما تعجبهم، سأجلس معهم عوضا عنك. فابتسم وقال: لا أعتقد، أن أغلب أصدقائك في مدن بعيدة ولن تسافر لهم. فأدرت الكاميرا أمامه وقلت: ما رأيكم أن نتكلم عن العطاء؟ هذا طفل قد أشعل النار في نفسه، وكان يصرخ ويقول: أحرقت نفسي يا أمي حتى تستطيع العيش بعدي. فاجتمع الناس عليه يحاولون إطفاء النار المشتعلة بجسد ذلك الطفل، ولكن ما استطاعوا. ولما لفظ أنفاسه الأخيرة واجتمع الناس من حوله وسألوا عن تفاصيل ما جرى، وجدوا أن الطفل كان مريض بالسكري. وعندما طلب من أمه ثمن الدواء، قالت له: يا بني، إذا اشتريت لك الدواء سيبقى إخوتك الصغار بدون عشاء، ونحن لا نملك المال. فقرر ذلك الطفل أن يحرق نفسه حتى يعيشهم. هذه الكلمات وهذه الواقعة كان لها أثر كبير في نفس رجل من الحاضرين، وقد شهد المشهد من بدايته، وكان ممن يحاولون إخماد النار من جسد ذلك الطفل ببطانية يحملها، كان طبيب. فقرر ذلك الطبيب حينها بعد هذه الواقعة أن يكرس حياته للفقراء واليتامى والمرضى حتى لا يشهد على واقعة أخرى، وحتى لا يكون علمه شاهد ضده يوم القيامة. وقد أوصاه والده بالفقراء إحسانا، وبالفعل فعل ذلك، وقام بفتح عدة عيادات في أحياء فقيرة هناك، وكان يعالج بالمجان أو برسوم رمزية بسيطة، وكان أحيانا يشتري الدواء للمرضى من ماله الخاص. نعم، إنه الطبيب المصري محمد مشالي الذي انتشر قبل فترة أنباء حول وفاته، نسأل الله عز وجل أن يتغمده في رحمته. دون مدح كثير لشخصه الكريم الذي هو نفسه لو سمع ما مدح به لما كان سعيد، فلقد رفض الكثير من الدعم المادي من قنوات عربية مشهورة، فهو كاره للشهرة ولقاءات التلفاز التي لم تكن محض اهتمام له، وكان رده دائما أن الفقراء واليتامى والمرضى أولى بهذا المال منه. أحبتي في الله، أبحث وإياكم في هذا اليوم المبارك عن فكرة العطاء التي لخصها هذا الطبيب في حياته، وكم نحتاج هذه الصفة في شخصياتنا هذه الأيام. يعني كم من طبيب ينظر للمرضى كأنهم أشوال أموال، وكم من مشفى رفضت المرضى على بابها لفقرهم، وكم من مريض متوسط الدخل أقل الأمراض خطرا أفقرته، وكم من مريض قرر أن يتعايش مع مرضه لعدم قدرته على تحمل تكاليف التشخيص والدواء. كثير جدا لا تسل. فهذا الطبيب كانت عيادته للغلابة على حد وصف أهلنا في مصر، وبسعر رمزي. لا أقول لك كن مثله تماما بالمعنى الحرفي بإمكانياته وعيادته البسيطة، بل كن مثله في فكرة العطاء. مررنا مرة في أحد الأحياء الريفية في مكان ما، وكنا نريد أن نشتري الخبز، فوجدنا لافتة فوق خزانة الخبز مكتوب عليها: إذا لم تملك ثمن الخبز لا تحاسب عنه. فأدهشني الأمر وقتها، مع أن ثمن الخبز ليس مرتفع، لكن فكرة العطاء بحد ذاتها مؤثرة. الله سبحانه وتعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأعطي واتقي وتصدق ولا تكن ماديا، لأن هذه الحياة يا صديقي أصبحت كذلك، وأخفت بماديتها كل معالم الروحانية والعطاء. فلا تكن ماديا بل كن معطاء، مهما كانت وظيفتك، عملك، دراستك، يمكنك أن تصبح معطاء بها. لو بحثنا عن معنى العطاء في الإنترنت، دعني أبحث. هو فعل يضم الجود والكرم، الصدق، الإيثار، التكافر، التضامن، التعاضد. فعل يبين معدن النفس الكريمة، فعل يتعلق ببذل المال في كل طريق يبني ويحمي ويمنح الأمان للآخرين. معاني عندما تسمع وتتذكر صفات الرجال، صحيح، كرم، جود، صدق، إيثار إلى آخره. طبعا هذا لا يعني أن العطاء يقتصر على الرجال فقط، بل لا بد أن يكون الرجل والمرأة معطائين، وبالتالي مجتمع معطاء. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن امرأة كانت تعجن عجينا، ثم بلغها أن زوجها مات، فرفعت يدها عن العجين وقالت: هذا الطعام قد صار لنا به شركاء، تقصد الورثة. وكانت زينب رضي الله عنها أم المؤمنين صالحة، قوامة، بارة، تسمى أم المساكين. وكانت المرأة من نساء السلف إذا خرج زوجها تقول له: إياك وكسب الحرام، فإننا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. وهذا من عطاء الأسرة. فلا حزن مع العطاء، وتمعن في أصحاب هذه الصفة من حولك. عرفت شخصا ماديا مرة، ماديا بحت، الحياة لديه عبارة عن
أموال وممتلكات وسيارات إلى آخره. فلما كنا نمر عن فقير ما كان يقول مستهان ماذا يمنعهم عن العمل بكامل صحتهم وشبابهم ويجلسون على الطرق يطلبون المال. فكنت لا أتعارض معه من باب الفكرة بل من باب تفكيرها كيف يعني. بالنسبة للتسول هناك رب يعلم ما في النفوس وهناك قانون يتعامل مع هذا الأمر، ولكن لماذا تحكم عليهم بنظرة مادية بحت؟ ولماذا لا تفكر أن تكون معطاء مما أعطاك الله؟ فالشخص المادي كما يعرفه علم النفس هو الشخص الذي يكرس حياته لجني المال وزيادة ممتلكاته وكذلك العمل على كسب الشهرة وتحسين صورته للعامة، وغالبا ما يتحقق ذلك بكثرة المال والممتلكات أيضا، وهو شخص أكثر تنافسيا وخداعا وأنانيا في تعاملاته مع الآخرين، والأهم أنه يفتقر إلى التعاطف مع من حوله. يعني نستنتج أن المادية ضد العطاء، فلا تكن ماديا بحت، وهذا لا يمنعك أن تكون محبا للمال والشهرة والسيرة الحسنة ولكن بمقدار، وتعرف نفسك أنك ما زلت على المقدار إذا وجدت نفسك معطاء محبا متعاطفا للآخرين متعاطفا مع الآخرين. فهل أنت كذلك؟ تأمل مفهوم العطاء في الإسلام. نعم، تأمل سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل امتدح صفات نبيه، الله سبحانه وتعالى يقول وإنك على خلق عظيم. تخيل، لذلك لو تمعنت ستجد أن العطاء اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وليست مجرد صفة حسنة. فيوجد ملكان ينزلان كل صباح، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. تخيل، يعني إذا كنت معطي يدعى لك كل صباح، وإذا كنت مانع يدعى عليك أيضا. الأمر كبير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. تفكر معي، نحن اعتدنا أن نسمع أن الأشخاص الماديين أو الذين تكون لديهم صفة الأخذ أكثر من العطاء يكونون أكثر نجاحا من الأشخاص المعطائين، صحيح؟ ولكن هذا الأمر خطأ تماما. في كتاب Give and Take لكاتبه، كتاب جميل أنصحكم بقراءته، قال الكاتب أن الشخص المعطاء يقع في أعلى سلم الأشخاص الناجحين في الواقع العملي، ويأتي تحته الشخص الأخاذ أو الأناني. يعني في المرتبة الأولى يكون الشخص المعطاء هو في أعلى سلم الناجحين. لذلك لو تفكرت في شخص ناجح من حولك الآن ستجد أن صفة العطاء به أعلى من صفة الأخذ. يعني لو طلبت منه الآن معروف معين سيقدمه لك دون مقابل، صحيح؟ تفكر في شخص مثلا تعرفه أو تشعر أنه ناجح وطلبت منه مرة تجد أنه يقدم لك بسهولة. ومن لم يقدم لك الخدمة في بعض الأشخاص الناجحين يحجب العلم، هذا أيضا يعتبر من الشخصيات الأخاذة الأنانية، هي تقع في سلم الناجحين ولكن المعطاء يكون قبلها. هذه الدراسة صدرت في عام 2003، وصنف الكاتب يعني الناس لثلاث فئات، التيكر الآخذ الأخاذ والجيفر المعطي. مثلا الأخاذ الذي يسعى لأكبر قدر من الاستفادة ممن حوله، أما المعطي الذي يساعد من حوله دون انتظار مقابل، ويوجد الموازن الذي يقع بين الاثنان ويعطي على قدر ويأخذ على قدر أيضا. قال الكاتب أن المعطاء في البداية سيكون الأقل نجاحا بين سلم الشخصيات، ولكن على المدى البعيد سيصبح الأكثر نجاحا والأكثر استمرارا في النجاح. لذلك تلاحظ أن الأطباء كثر جدا بشخصياتهم بعلمهم بخبراتهم، ولكن الطبيب الذي ظهر لنا نحن كالعامة هو الطبيب محمد مشالي الذي تميز بصفة العطاء، وإن لم يظهر لنا طيلة السنوات الماضية ولكن لاحظ كيف ظهر لنا في النهاية وكيف أن خبر وفاته علم عنه القاصي والداني. إذا أردت أن تكون ناجحا كن معطاء واصبر، هذه خلاصة علمية واقعية. لذلك برأيي الشخصي لا يوجد أحد غير قادر على العطاء، والشخص الذي يشعر أنه غير قادر على العطاء هذا لابد له أن يستعيذ بالله من العجز ويستعين بالله عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول واستعن بالله ولا تعجز. أريد أن أصبح مثل محمد مشالي، هذه الجملة يجب أن نبقيها ضمن الصفات التي نرغب أن نضيفها إلى شخصياتنا. اكتب مثلا هذه الجمل على حائط قريب منك، العطاء لا يعني النقصان، أنا سأكون شخصا معطاء بإذن الله. وجمل أخرى ربما يتأثر لا وعيك بها في يوم من الأيام، أو ربما يزيد عطاؤك بها في يوم من الأيام. وأخيرا وقبل أن أنهي كلامي وقد طال انتظار أحمد هنا، قرأت عن رجال كثر معطائين وكأن الصفات مشتركة بهم جميعا، الكرم، الإيثار، التعاطف مع الآخرين إلى آخره. فأتمنى أن أكون معطاء بقدره في يوم من الأيام، وأتمنى أكثر أن أرى المجتمعات من حولي معطاء أيضا. شاركني برأيك في مكان التعليقات، ودمتم.
حكمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد الرعي للأول. العلم شمس يستضاء بنورها تشفي من الأسقى كل معللي فإذا به للخير يمضي راشدا.